لا بس شوف شوف مو تكتب، عندي قوانين. يلا يلا قبل ما نبلش، قبل ما نبلش قول قوانينك. ما يصير تكتب زين وترسم الرسمه لما يخلص الوقت، ترسمها عدل مو شي دائره خربوطه شي، بحس ان الرسمه لا متعب عليها. يلا بنحاول، بس مرات تعرف لما يكون الرسمه صعبه وما تفهم، ما تعرف شلون ترسمها. اي بس حسسني شوي، حسس انك قاعد ترسم. شفت مثلا مات كايدو عزيز اللي سويتها انت، يبين انك كايدو كذي. شيك والله يبين كايدو. المهم بس يلا يلا اذا ما راسم لي ما ادري شنو يقول لي اليوم، راسم لي واحد حلقه طايح مشقوق له ورا يعني هذا وشاح. يا يلا فكرت شخصيات. شنو مستر تو قاعد تكلمني؟ شنو مستر فكرت شخصيات ولا الحين؟ بس الحين شخصيات ها. ايه شنو تبون؟ يلا يلا اوكي. تبون غير، تبون عاد، تبون اماكن شي ترسمون كيف؟ شوفي اللي بيحط هذه، يحط شخصيات يحط مكان، بس ما يحط واحد ماسك واحد لاعب فيه اثقال مدري شنو. عادي حطوا اماكن في باريس لندن، بس لازم شوي يكون شيء على الاقل خلنا نضحك شوي يعني. هنا باريس لندن لا يعني انا قصدي انه لا يحط شيء غبي او يعني راس اسد بويه ماو ما يصير. يلا يلا ما يصير. عاد ذكرني بهذاك الفيديو اللي خرع هذيك، تذكرها؟ الله اللي راس قرد وجزء لا لا خلاص تذكرها؟ ذكرني. اي عرفت عرفت شوف كان يخرعونا فيها. استغفر الله. يلا يلا ها دشينا. يلا يلا تقدر ستارت. كلكم عندهم شخصية؟ يلا لا ما صدق ما بس خلاص يلا قاعد افكر قاعد افكر شنو هذه؟ شنو قلت؟ شنو نوع الافكار؟ شلون؟ يا شخصيات يا اماكن، يعني مو شيء غبي عرفت؟ طيب كذي ما أعرف يا أخي صار شنو زومبي استغفر الله. I'm doing my best, dude. Come on, man. Okay, like this, man. Uh.
والله ما ادري حاولت يلا فين يفهمون عاد شنو خلص الوقت امشي حتى الانجليزي صارت القائمة على اليمين خايسة شنو هذا؟ هذا شنو؟ نايس انا لاحظته هذا شنو؟ ما اعرف اوكي فهمتها والله هذا شنو؟ قوي بكتب بس ما اتوقع هو يا عمي خرابيط الله صعب هذا شنو يكتب لي المصري لا طبعا لا طبعا ماذا سويت انا؟ ماذا شنو هذا؟ بس يلا ولا خلص هذه احلى شيء هذه النطل الفقرة هذه don't do it like hi صحيح غاش انتك فغاش ايش رايك؟ ماتيح علي يا شباب ماتيح علي والله انا مالت اللي احلى من صدقك لذلك شنو؟ انا بجي بلابس لبس داتي لذلك شنو ماو؟ ها؟ هذا السيف لذلك شنو؟ لصق السيف سبيتشة عط سبيتشة طويلة شنو عمي زي؟ ويلك ويلك خسي الوايت بيرد بس لا لا انت وقت فيها خسي والله يابها ماو طالع الخباز راس مخباز باب الحارة باب الحارة ايدي اقدرات الرمي ما مداري حسافة ما يتلي ولك والله صدقها شو هذا والله واضحة طعم مراكو واضح عيدان واضحة يا سلام راجل ايش رايك والله فنان غاصب لك الغرفة كلها ودددا ودددا والله مو واضحة ادس بعين نبا وبعين عزيز عزيز ازق واحد فيكم ليش؟ طيب واضحة واضحة انه مستور لا يا ولد والله مو واضحة هذا وهذني يلا شنو هذا؟ انت اللي غاصب نفسه
صادق والله صادق. اخس ولك نار نار. حركة البيرك مال دوايت عزيز. البيرك مال دوايت قوية. هذه حلوة الصراحة. زيها ها ها. قوية قوية. ولد. يلد. ولد. يلا ذاهبين. يلا. يلا زاهب زاهب أنا. أنا زاهب. ساعدوني ساعدوني شنو اكتب ساعدوني قولوا لي ايش رايكم شنو اكتب اعطوني شخصيه حط شيء فيها حنكه شوي فيها تحنيكه فيها محنك خارج صندوق نبتدي عدمه واحد يمشي بعدين طاح برا ما طبع واللي صعب هلا بكيوتي اوه ماي جاد لونج تايم نو سي هلا هلا كيوتي ويلكم ويلكم اخبارك هلو العيد. I'm good, I'm good. I have to update Twitch. Be right back. Okay. Take your time. حاولت كثر ما أقدر والله العظيم. مش بعكس. يلا يلا. بعكس ما عندنا. شنو هذا صعب هذا ما ادري شوف اللي وصل له شنو هذا فكر فكر حاول تشوف البوز هذا وين شايفه من قبل فكر انا شدوينكي احس اخر الجيم شدوينكي راح يبحني يا ولد من ليش اوه هذه قديمه يا اخي خلاص ملينا منها من هذا منو هذا يجيب يحط اشياء قديمه شكله عدوني يا ولد لا لا مو انا من هذا هذا ما بيسلم منها
تديك شكلك بتقتلني ولد بعدها. لا تكفى ساسي قتل. ويلكم باك ويلكم باك. ليش انا طلعت منه؟ خي نسيت حتى نسيت في هذا تصدق؟ أنا رسمي تعلمته من ون تعرف ون شدين كي علمني هو علمني على الرسم. ولكن انت رسمك أحس منه. أخي بعض ال سيد كنا أعرفهم بس ترى يكون بين عاد مدري حاولت كشر لا it's okay it's okay. بعض مرات يصير صح في لاج بالستريم اذا ما سويتي ابديت او شيء كذي. I hope it's good now. Long time no see والله long time no see. I'm good والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Things are going fine. الحمد لله رب العالمين. انت شو حالك اخبارك؟ How's life? How's everything? خلينا نشوف خلينا نشوف الافلام الهنديه اللي بتصير الحين. يا حبيبي شنو هذا؟ محنك يا ولد محنك. رسمه زق. وش اسوي يعني اكيد انا في المال شلون برسمه بالله باتمان جوكر طع باتمان جوكر شلون لما ارسم اللي ورا شلون اللي اذا برسم شيء ورا كمل شلون جناح ما اعرف زين هاي تبي ايش يعني يدي هذا شوف والله ما عرف خسي خسي يا سلام تبي شعر سمسام توقت خسي والله نسيت شلون اللون اصلا كل شيء مقلوب لونه شنو اللون الازرق مفروض اصفر والاحمر مفروض ازرق ازرق ايش ذكرني او لا الحين لبسه شنو اصلي احمر اللي مشاح هو لبسه ازرق انا شي كنت حاطه الارتس الوحيد اللي موجود شنو بدع لعبت افرق كمل اشرا الله انت اصعب انا قاعد بالمهم طا طا ياتشي طا من ياتشي ون بيس هذا من هذا اي واحد ايش اطيح راشد تكفى ايش رايك ايش رايك راشد سانجي وصلت لي هذي وصلت لي غصبك الخايس حاولت سانجي والله مضبوط ايه واضحة واضحة يخيس شوف الفرق يخيس ولك بدا نسكيو مرة ثانية جيم هلا سايكو ويلكم يلا حيا ويلكم يا صديقي ويلكم شلونك شخباري اعطيكم شيء صعب ولا سهل؟ لا لا عطنا شيء كرياتيف كرياتيف خل نسوي شيء كرياتيف يلا انا قاعد اغش من عدون من اللايف حقه بالضبط لا لا غش 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 حيا لا غش دقيقة شوف شنو يرسم عرفت شلون من هنا ما طلعت لي ولا رسمة لا عرفت شلون معني قاعد اغش يلا يلا Ha 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 ha.
مشكلة اللي يغشون مشكلة. ها لا هقا تفكرون. لا حطيت حطيت شنو حطيت شنو التوطان مستر شنو ما دش فيانا صح؟ لا انا بس اطالع انا ما اقدر اضبط. اوكي اوكي لا وعد يفرق يمكن رسمة اخي سواحتي خسي شنو هذا؟ الله واحد عطاني رسمة صعبة حيل شلون؟ الله حرام عليك اللي عطاني الرسمة حرام. ايه ما حدني يكون وراك في مغامرات عرفت؟ بحاول كثر ما اقدر بس صعبة. عيبت العيد شو نرسم الاسم؟ ما تكتب الاسم؟ لا جسم 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 والله ما في اوضح من هذه حتى اللي ما يعرف شيء راح يعرفه من قد ما اوضح ما يحتاج توضحها في واضحه من ما خلاص ابو علي احسب له بس كيف مستقر اقسم بالله بالضبط يا ليل وقعت عليها قاعدة هذه قاعد احاول كثر ما اقدر والله هذه صعبه حيل لان جت لي ما هي سهله هذه اللي حط اياها شنو هذا شنو هذا والله مستحيل يا شباب والله مستحيل قاعد تسوون اشياء خرابيط يسووا لي خلفيه وينسون الاساس ايش راح استفيد انا لا 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 فكر فيها فكر فيها ترى واضحه صدقني واضحه فكر فيها والله حيل زك لا السين تخيل هذا السين شلون صار ما يصير تسوي السوالف هي ما يصير يا اخي برجده لا تقعد تشتكي ايش فيك لا تقعد تشتكي خلفيه وناسي الاساس شنو شنو مو فاهم كله شنو هذا شنو هذا شنو ما فاهم دبر نفسك حاول تترجم شنو والله ما فاهم هذا الوضع لا المهم في واحد يمشي عند البحر ما ادري شنو لا ما لا تحلموا بعض يا جماعه ما يفهم ما يفهم ارسم لي تفهم عرف اللي يطرب مالك ارسم الله مسكين مسكين ما اشتغلت انا قلت لهم شيء من الاساس انا لعبت هذه كل ما لعبتها جاده كل ما الاكيو ما في طلب بالعكس من تشوف شاتشيت سانس خلف سلام الجمهور كلهم مو فهم انا حطها والله قاعد ارسم عمكم كلكم خس
زين عرفت انا اي دو ات ماي سيلف اي دو ات ماي سيلف اخ ماني فاهم ماني ما شاء الله شاكت عرفت شكله مركز بس ما تطلع جبارة شنو هذا؟ والله ما ادري ما ادري انا ماني فاهم شنو هذا؟ شنو هذه الكلمة؟ ما اللي قاعد يكتب كفو كفو سوف 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 ما ادري فهمت خلاص خرابيط قوية صح؟ خلاص انت في حلفك الحين ما حلف والله طيب مستعدين يلا خلينا نشوف ريلي 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 شو مكتبها ريلي يوم نزل من البحر ايش رايك عزيز شنو خرب والله كيف هذا ما يا عمي شنو هذا غيني يوم ما يطلع من البحر ارسم وجهه ارسم وجهه اي غاسم لما يطلع من البحر يعني واضحه عشان تعرف منه هو غيلي غيلي يوم نسبح من جزيره لجزيره سباحه ايش فيك انت نسيت الحين هذا اهم ما من اقل الاخطاء هذه هلا ايش اسوي ايش راح اسوي بكتب كايدو برسم ريله ولا شوف انا بعطيكم شيء سهل هذا حطني ريلي شوف شوف ريلي انت مو ريلي صعب شلون ارسم ريلي شلون ارسم ريلي مو فنان انا شوف طا اتحداك ترسم ريلي عزيز شلون ترسمه بالله الحين كذي وشعر يا سلام يا سلام والله واضح والله واضح طيب ايه ما وصلت ما تكتب لا 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 ذاكرته ما شاء الله مو كان في ما ضبطك مع اني مو فاهم طا 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 النوب طا النوب والله حاولت طا النوب واضح واضح لفريزه والله فريزا مسوي ايش هالحركة تكفى شوف الفن نفس الحركة شوف بس راسم بس راجل قوية تسوى قوية زين واضح انت الحين انت الحين مو كتبت هالشيء منو اللي شيء شكل راس دائري بنستجي انت انا ركز على الحركة عزيز الحركة جين قدامه شنو فريزا يسوي جين قدامه عزيز عنده بسمع واحد مو انت حط رفع ايده الثنتين يا حبيبي يا شباب لا شخصية قاعده قاعده اي نعم انا كذا شخصية ركز على البكاء يعني ام الضيعه يعني ما شخصية لو تحط مقارنة انا فيني بوتنشل اصير ارتست انا فيني بوتنشل بس انا ما اعرف ارسم واضح علشان كذي قاعد ارسم لك باك جراوند وكذي انت بسرعه بسرعه انا لا يعني لازم رسمات تكون قوية انت ما شاء الله مستقبل ساكو جا ساكو جا قوية يلا يلا شنو بتوقفون؟ لا 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 ما وقفنا تمام مرة ثانية اوكي شكري داني بنوقف لا 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 عبالي بتقول شو اسمه لاست يلا يلا دقيقة يلا يا شباب بسم الله بسم الله بسم الله انت حد ذا ميز دونت كم بلاس خلاص حتى تقولش ون بيس شقيتونا ون بيس خلاص زين اعطيكم سين ولازم تسوونه انا احب كذي انا احب كذي انت تشوفني كله قاعد اسوي سين نفس سالفه ون بيس اوصل صعد يعني ما اسويها الموضوع عندي زين ما راح اكتب اسم الشخصيه راح اكتب جمله يلا اوكي خلاص يلا بحط واحدة يا رب توصل عند ماو يا رب توصل عند ماو انت حظك انا ماو اذا انا اتوقع ماو الوحيد راح يعرف انت ما اتوقع كفو كفو
انا المشكله قاعد اكتب اسم الانمي عشان اخاف واحد يوصل له ما يعرف هذا شنو اسم هذا شنو يوم لا لا تكفى شنو انت تدري عن نفسك ها اكتب اسم الانمي يا حسن اكتب مثلا شخصيه من انمي عشان ما انتوا قبل شوي يعني لو مكاتب ريلي من ون بيس يمكن خلاص صار له ايرور و كافو ما فهمت كافو ابو نادي ويل هو شوف تعلموا تعلموا بس المنوب شلون كافي ولا اقول رسمي هو بيتك كاكاشي خليك على ون بيس خليك على ون بيس منو كاكاشي نسيت اتكلم عن منو خليك على ون بيس بس كاكاشي ون بيس قلب عليك يا بدانا او ابو والله هذا يفهم لي حاضر كلها كلها خسرت فيها كلها خسرت فيها ارحب يا ابو ناجي الاسطوره ارحب يا ابو ناجي ارحب يا الاسطوره يلا حيا يلا حيا شو هذا ما مداني ارسم سموني المانجاكا الجديد انا المانجاكا مانجاكا 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 يا حبيبي شنو هذا ولا تلخبط تلخبط يا شباب مريك نفسك ما تخربطت بشيء شنو هذا وين اللون والله انا حتى انا شو السالفه شباب شباب لخبط الالوان يا ويلكم انا ارسم ما ابدا ارسم شو الحل بحاول ارسم اي شيء لا والله حاول والله ما بدأت تلخبط عندي الألوان والله شباب سموها حتى نفسك 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 ترى نفسك بالضبط مو كنت قاعد أسوي ألوان ولا أسوي شيء غلط أنت تشوف الحد يخاسي بس ما أعرف من هذا كن بين ميوه من هذا شنون اللي حاط مس دقيقة أنت أنظر هذا رسمة عزيز هذا رسمة عزيز شنو هذا ما عارف يا الربع شو أسوي ولا إيزي إيزي يا حبيبي ما عارف والله ما عارف بسرعة بسرعة ما عرفت ما كتبت شيء راح اوهقهم شو هذا منو واحد شنو الو واحد يا شباب منو هذا اللي مو مكمل الجمله شنو اكتب يا ولد متعلق متعلق بس متعلق اوكي 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 خلاص شنو هذا عزيز اكتب عدل يا عم مستواي بالرسم تخطيت ابو ناجي يا ولد تخطيت شدينكي مستحيل كفو والله كفوك الطيب حبيبي والله كفوك الطيب جايك والمانجا القادم راح انشر المانجا بالكويت ان شاء الله بس ما حد راح يشتريها احس ما ادري ليش يا شباب بنشر المانجا بالكويت هني وبنشرها خلال العالم كامل تصير انمي عرفت شلون ولا يا عادي كيف يفهمون
شدينج اتوقع مانجتي راح توصل للعالمية مستقبل. ايه ان شاء الله. شنو هذا؟ كف والله. يا اخي انا تطورت بالماوس. مانجا ستوديو، مانجا ستوديو ها نظام ترسم بالماوس قبل ايام قبل. دخلت جو الرسم يا ويلك الهب الجديد عزيز، راح اسحب على كيك بوكسنج يا ولد، راح اصير رسام. الهب الجديدة. لا يا هب ليش؟ ما ادري. والله ما في اوضح من كذي. لا 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 ادت شك شك اي في راح تختار اللي قبل شوي ما فهمت ولا شيء. والله خلينا نشوف. انا بدك والله انا بدك. ابو ناجي يا ولد علمنا الرسم. هاي يا ولد لازم تعلمنا الرسم، نبي دورات عليك تعلم فيها الرسم. نزلت هذه نزلت لو صرت حق ما والله الحمد لله. والله كفو كفو والله كفو شباب كفو. هذا شنو والله شلون 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 صار شيء. والله زين مني والله زين مني زين 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 والله واضح. بس هو واضح يا انكي بس شيء حطيته شنو تطلع طاعتك تكفى شنو هذا. والله 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 زين اي واضحه زين كفو زين تو واضح واضح واضح. اخسي كم صوت درش رشاد كيف يبكي بالزاوية. ولين 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 لا عجان لا ما يصير واحد متعلق. وين واحد انا حاط السين انا حاط السين اي انا مسوي السين كان ضحكة مالت اخر شيء. لا لا ركز على الصورة اصعد اصعد ركز على الصورة هني لما كان تحت الدرج. ما يصير ما يصير دري وين دري قاعد انت رسمك خرا ايش تسوي ما ادري ايش يعمل حاط له تفاحة وحاط له ايش يسمونه وين تفاحة تفاحة وين كذي قاعد تقول انت ما راح تقدر تجاوب حاط له تفاحة وراسم له هذا ايش يسمونه اللي عندي ما الحين شلون هي الارض على اليسار ولا على فوق؟ لا عيدان عيدان ما يصير تسوي كذي. زين انطر ما اعرف ما اعرف ارسم ويو ما اعرف انت شوف كيف ايش حاط شارع الطوفه يا ولد. يلا نكست 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 موساشي يا سلام شنو وصل لي انا؟ يلا طحت 20 خذها خذ لما يالي هذا شو طعشني يالي طعشني يالي شنو هذا؟ شنو بعد اسكر نعم صدقك سوي له ما كان بانك شنو هذا شنو هذا شنو ايش اسوي له شنو بعد الكاركتر باداس تحسب شيء باداس شنو شعرفت يا والله شنو بسوي بسوي اللي يغلط اللي يغلط بالشيء او نسجل له مثلا حمار لا نسجل له غلط يعني والله صدق لا والله صعبة السين مالا شلون غسمت السين زين مني ترى والله ما علي غاسم لك المكان غاسم لك الدرعي غاسم لك انك صرحت الدرعي اي مكان يا حبيبي غاسم شارع الطوفة يولد وين شارع الطوفة الدرعي الدرعي هذا اللي وراء باللقطة شارع الطوفة شو شارع الطوفة يا ولد مدري شنو تفاحة طالب شباب شباب ترى لعبة رسم مو كومبتتف لا والله شنو شنو حتى كومبتتف اهم شيء شعر صدره كومبتتف بالنسبة كومبتيتيف بالنسبة لي لا لا والله ما يصير ما يصير ترى تنحسب غلط اي خلاص خلاص احاول اوضح اكثر ما يصير يا عم انت قاعد تشتتنا يا ولد ما يصير ترى يا ليل يا ليل يلا يلا خوش يلا والله بحط شيء سهل اي حطوا تكفون شيء سهل حاطين لي يلا يا شباب شباب ارسم كيرا بالله انا شنو راش شايفيني هذا والله كيرا بس حط شنو حط شعر بني نظرته كتاب كتاب كثر ما تقدر ايه
سهلة سهلة ما يبينها شيء عدون ما يبينها شيء تعلم مني بس تعلم يلد يلد تعلم الماو والله ما لك شو مكتب شو كنت بحط ايه ذكرت شو فيني انا كان سهلة اعطيتكم مرات سهلة يا شباب شباب بعد من قدكم من قدكم من قدكم يلا حطيت شوف ما هو قبل شيء والله اعطيت الكيبه كان سهل صراحه طيب سويته رسمته انا سواها والله اي تحط وين الروته بس حط احمر بويه وخلاص ده غير غير كذا غير نارتي ولد تولي تعبت ما ابي واللي هذا افكار عزيز شوف كاجوالز افكار كاجوالز واي واحد سويه كذا حق الجيل الجديد عرفت تابعوا لي مئات توهم شلون صرت عند ماو ليش خليته صرت عند ماو والله يا ولد قدامتنا الحين راح تعرف عرفت اللي بي اول مره جاء هذا افكار عزيز يبينها كذي والله ما ادري شلون اسوي هذه اقسم بالله عزيز انت اعطيتني خيار صعب انا خيار سهل اتمنى اتمنى ذلك اتمنى ذلك يا عزيز لكن هل تعلم هل تعلم ان الفراشه تطير هل تعلم ان الزرافه رقبتها طويله مدرسه متعقد مو من المدرسة شنو يا ولد ها أسئلة غبية والله برسم نفسكم تعبت راح تفهمون شيء ثاني لا نمسحه لا أنا صراحة ما عرفت شن الاسم ما تفرق ما تفرق يعني حتى لو عرفت ما تفرق استوعب تعرف نمر والله عرفت انت واحدة ما في وقت أي ولد بسرعة شلون شحط ما أدري والله ما أدري صعبة يا ولد صعبة عزيز هذا شنو؟ ما اللي بتوصل له بياكل تبن. ماذا؟ والله هي واضحة شنو بس الرسمة وايد كرة عزيز. هذا عارف صح؟ ما تدري يمكن وصلت لي أنا. توهقت توهقت في شيء برسمه. هذا توقع رسم عزيز عارف رسم عزيز. راشد. قريب الرسم وايد. في شيء توهقت فيه حيل بحاول اصير ما شاء الله ولا عاد هذا منو هذا ما نسيته منو 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 يصير رغش بالانستغرام واتساب هذا اي عرفته عرفته والله العظيم زقيت فيه زق أصغر دقيقة مشكلة ما أعرف
لو عندي الجهاز حق الرسم كان ابدعت اكثر. شلون شقيت الكل؟ صايق بس ابو نادي بسم الله ضبطك. والله ضبطك ابو نادي يا ولد الكينج. اخ كنت برسم عن جنب بس الحين ما يمدي خلاص. انا هذا ايش ده غادي يا عبدون. توقفت بخصم الصاعة الله لا خلاص ايش ما في حد وراي صح ليش اتابع الرسم عيل ده لا مو علش اتعب الرسمة اقصد ما حد راح يتوهق من وراي ايش فيك انت توكسيك توكسيك مغشني لا توني ادري اقصد ان صدق ما حد راح يشوف الرسمة وانا قاعد اتعب عليها لا عادي احنا راح نشوفها كلنا ولك تبن والله اللي صاعي رسمتي تبن لا طلع رسم عيدان لا والله رسم ماو سلام انا ارسم كذي عفوا والله انا ارسم كذي انا ارسم كذي والله بس بس شكلي يعني تصدق انت صح مصات مو مصات لك صح بحاله والله والله ما ادري هذه هذه مو اللي بتقطع 13 دي قدين دي قدين شلون اسم الغزال الله الله سكسي يا حيل سكسي يا حيل والله والله هذا سلام بام داني اخلص راشد كذي واضح اوكي عرفت من عينه عرفت من عينه اي حلو حلو والله ما يقدر لو حطيت لك باكي جراوند بعد هذا قفل يا ولد قفل لازم اي والله ما مدري اسوي القفل انا هذا نيت فيه العيد الله هذا نيت فيه العيد حيل راشد شلون قاعد احاول اسمع عينه مو عارف عده مرات تجيب رسمي راشد حاولت اسمع عينه مو قادر الحمد لله ما حد وراي طالع شنو خبزه هذه ولا شنو؟ لا يعني يعني بوكس خبزه انا ما شنو خبزه صدقك ما خبزه انا ما خبزه انا يطق الشاشه عرفت مو كذي هذا مينون هذا يا عم افكار عجيبه اخ تعبتني تعبتني مينون يلا لا تجري فكر دقيقة أفكر انطر 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 شنو شنو انطر ها زاهبين يلا زاهب راشد يلا زاهب مانع اتمنى الرسمة هذه تطيح عند براشدة اتمنى لا 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 ما تطيح عنده لا ما تطيح عنده بعطيكم شيء صعب لا لا دين 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 اوكي اوف شبر ماسك كيكتين كاندي ما شنو كلف والله طلعت شكله طبت عزيز زين طلعت لي اشياء القلعة عارف انا الباجي ما يعرفونه كم يعرفونه بس شنو هذا شنو هذا يا حبيبي يا تكتبون معرب غلط يا تكتبون عربي ضايع فيهم ولد شلون يا ولد هذا اشكال راشد لا لا انا مو مكاتب معرب وانا ما اكتب معرب
ما في وقت، ما في وقت، انا بطيء يا ولد. اخ مشكلة والله. شلون؟ اخ اعرف والله ما ادري ايش السالفة. شلون شكله هذا نسيت والله لا اسال عاد ما في اوضح من كذي الصراحه شو اسوي؟ ما يمدي مطعمكم؟ هذا حدي راشد يعني ما ادري شنو شو اسوي حتى باليابان ما اعرف ولك شنو هذا بسم الله الرحمن الرحيم وعد بالله مو انا مو انا اشكال والله اللي سب لي هذا الضحك شنو هذا اللي رسل لي الضحك سوي انا مو بطشب دي الا هالطير هذا اللي واقف من هذا شنو هذا من هذا انا ما اعرف شخصية هذه زين ما اعرف انا بعد سيات خرى اسامي افلام هندية انتو قاعد تحطوا لي انا ايش عرفي بالله هذا منه عزيز شنو اقسم شلون العين نسيت ما اعرف ارسم لوني تون وهالسوالف اتوقع كذي اوكي اتوقع هذا كذي شكله اتوقع ما ادري الله كيفكم عاد والله اي والله كيفكم والله عاد اخر رسمة عجبتني والله زين زين مني كل واحد يمدح نفسه ايوه اتوقع صار لك اللي انا كتبته قبل شوي لان نيت لي مات ايامي ما ادري شو الاد يوم اعطانا خيارات وايد عرفت انا اخترت هذا اتوقع واضحه يا لك نفسي وراك السلام هلا كرم ولكم نفس السوالف غريب يعني اختياركم يلا خلينا نشوف شنو بس خلاص والله دخل والله اختياراتي حلوة وحش وحش والله اختياراتي حلوة شنو هذا؟ ما موجود انت؟ ما مو موجود طلع؟ موجود صار هدوء فجأة مشى انا قاعد اقول مشى الحين هدوء والله
والله اني وهكت من الربع. اه موجود شو هذا وهكت هني ولد شجان يلا على الاقل يا بولده ما ادري يقول دخته فكر فكتاش والله زين عزيز انت لازم تنسك بعد حاولت حاولت يا ولد حطيت الحرف ارثر مورغان انا هني شو اسوي باي باي هذا كمان الحين ايش ملك قاعد كينج ارثر مرغي مورغان من هذا مورغان ما يعرف ارثر حط كينج ارثر يا حبيبي حط له كينج ارثر شو اسوي له يا حبيبي كينج ارثر اسمه ارثر مورغان لا الابداعات الطبيعية الحمد لله راشد الحمد لله اعطيتك اياها توهقت هني راشد ايش لازم توهقت والله لا بس زين سوري جايز يا مال زي اف كي يا شباب سوري تويتي زين جاوبت عزيز صعب ما ادري قلت وين صعب واضح واضح سلفستر وتويتي شنو واضح قال لك تويتي ليش ترسم سلفستر وياه على عشان يعرف منو اللي قاعد فوق عبدون ما يصير راشد عشان عبدون. السكيل مالت عليكم علشان السكيل يعني الحين لو ارسمها بدون ايش راح تشوفون عبالكم جبل في بوابه سلفستر 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 سالون والله والله ابداع انت ايش عارفكم حتى ام كروز مره الجايه زين اهم شيء لحظه 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 اطلع عزيز من اللعبه